نحن في تقديم لك قلنا داعية. الداعي هو منو؟ مواصفاته شنو؟ مؤهلاته ذاته شنو عشان نقول عن الداعي؟ وليس ممكن يحتل المنبر ويبقى داعي. الداعي أولا عليه أن يعني يكون عنده سلاح يدعو به الناس إلى الخير ويحارب به الباطل والشر. ده أول صفة في الداعية. وهذا السلاح هو العلم النافع، الكتاب والسنة. ربنا قال وقل رب زدني علما. وثانيا من صفات الداعية أن يعلم المهمات في الأمور، وأهم شيء في الدعوة يعني يبدأ بالأهم فالمهم، ما يكون زول شغال ساكت في سفاسف الأمور يبدأ بها. أهم شيء في الإسلام أن يبدأ بتصحيح العقيدة ونشر التوحيد ومحاربة الشرك. والدليل على كلام ده ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. فبدأ أول حاجة بالتوحيد. ابن حجر عليه رحمة الله قال النبي صلى الله عليه وسلم رتب له هنا أولويات الدعوة. أول شيء قال له فمرهم إلى أن يوحدوا الله، يعني إذا وحدوا تمام بعدك وريهم الصلاة، بعدك وريهم الزكاة. إذا ما وحدوا تمام ما توريهم الصلاة ولا الزكاة. لأن في كثير من الجماعات والأحزاب والدعاة عموما في الساحة الواحد ما يعرف يبدأ من وين. يبدأ من هنا من توحيد الله سبحانه وتعالى. في دعاة الواحد يبدأ بالدعوة إلى مثلا مهاجمة الحاكم، أو الدعوة إلى السياسة، أو الدعوة إلى فضائل الأعمال. زي بعض الجماعات اللي بتخرج المساجد وتجي من باكستان ومن الهند وين فبتدعو الناس لفضائل الأعمال قبل التوحيد. وكذلك في بعض الدعاة منابرهم ومساجدهم كلها مهاجمة للحكام والحكومات والأمور السياسية. نحن بنقول زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعون إليه إلى يوحد الله. ده أول حاجة في الدين. ودي مهمة الرسل كلهم. ربنا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأي رسول جاء أول حاجة لتقرير التوحيد ومحاربة الشرك. ربنا قال وإذ قال لقمان لابنه هو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فده أول واجب. الداعي إذا دار يبقى ناجح والجماعة إذا دار تبقى ناجحة أيا كانت تدعو أول حاجة إلى التوحيد ومحاربة الشرك في عبادة الله عز وجل.